السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأخواتي الأعزاء. اليوم إن شاء الله راح نبدأ من جديد نكمل السلسلة اللي بديناها سابقا ومع الأسف لم يتح لنا الوقت الكافي حتى نكملها، واللي هي بخصوص Design of Reinforced Concrete Structures. من خلال هذه السلسلة راح نحاول أنه نفيد الطلاب اللي حاليا موجودين داخل بيوتهم بسبب الحجر الوقائي لفيروس كورونا المستجد، وهذا راح يوفر لهم وقت حتى يراجعون الكثير من المواد. وأتمنى أنه مادة تصاميم الخرسانة المسلحة راح تكون واحدة من هذه المواد اللي هم حاطيها بخطة المراجعة مالتهم، وأتمنى أنه الفيديوهات اللي راح نقدمها راح تقدم لهم بعض المعرفة بخصوص هذا الموضوع. السياسة اللي راح نتبعها أنه نحاول نكون الفيديوهات بأقل وقت ممكن حتى ما يمل الطالب، وحتى تكون مباشرة هاي الفيديوهات تكون مباشرة باتجاه الهدف مالتها. المرجع اللي راح نعتمده مثل ما دوحنا سابقا هو هذا الكتاب. هذا الكتاب هو اللي راح نعتمده، واللي هو كتاب نيلسون النسخة 15، واللي هو نفس كتاب وينتر اللي بدأ سابقا. نتمنى لكم إن شاء الله فائدة مع فيديوهاتنا التعليمية. أهلا بكم.